دور النادي الاهلي بقى، دور النادي الاهلي الوطني خلال حرب 67 او في حرب 67، وازاي تحول الكلام ده، يمكن ناس كتير ما تعرفوش. ملاعب النادي الاهلي تحولت لمراكز تدريب عسكرية، اعضاء النادي الاهلي يعني تطوعوا وتدربوا على المقاومة الشعبية زي كل حتة في مصر، مش في النادي الاهلي بس، بس انا بقول دور النادي الاهلي اللي احنا عارفينه واللي احنا عشناه. كمان سيدات النادي الاهلي بيتسابقوا ويحاولوا ان هم ياخدوا كورسات او يعني ياخد تدريب في التمريض. هو ده دور النادي الاهلي 67، غير طبعا التبرعات بقى اللي كانت موجودة من الجمهور ومن الاعضاء. 73 بقى حاجة تانية خالص، برضو في تبرعات، لكن اقول لكم على حاجة يعني نفخر بيها جميعا بقى كنادي اهلي. لما طلبوا التبرع بالدم، النادي الاهلي اعلن في وسط اعضائه التبرع بالدم. عارفين حضراتكم اول يوم كم واحد جه؟ 8000 واحد، 8000 واحد يتبرعوا بالدم في يوم واحد. يا جماعه هي دي الوطنيه، هي ده هو ده النادي الاهلي، وهي دي الوطنيه اللي احنا عشناها.